لا يا عاكف، ما اتفقناش على كده ولا عمرنا هنتفق. ليه يا بني ادم؟ ولا تحب اقول لك يا اخي زي ما بتقولوا البعض؟ اديك انت قلت اهو، انت مش مننا ولا عمرك هتكون، عشان كده مش هتفهم كلامي. يا جدع انا مش عايز ابقى منكم، وبعدين يعني هو انا لازم ابقى منكم عشان افهم الكلام الملخفل ده؟ ايه بينكم سيم يعني؟ ان عقيده وايمان مش موجودين عند اللي زيك. يا جدع وانا بقول لك تعالى نسكروا مع بعض، ما هو اللي بقوله لك عقيده وايمان برضو، يعني قاعده وداعش ايه؟ ما هم واحد، الاثنين عقيده وايمان. مش قلت لك دي حاجات ما يفهمهاش الا اولو العزم من اهل الجهاد؟ يا جدع انت هتجنني؟ يعني هي القاعده بتجاهد وداعش بتبيع جبنه رومي؟ ما هو كله جهاد. يبقى العقل بيقول ايه؟ تروح مع الجهاد اللي فلوسه حاضره وناوي يوقف معاك. ولو انها صعبه لكن هحاول افهمها لك. شوف يا عاكف، ليه انا واللي زيي سايبين دنيتنا وشالين ارواحنا على كفوفنا وبنجري ورا الموت وفاتحين صدورنا؟ ليه؟ والله انا دخت عشان افهم الحوار ده وما وصلتش لحاجه. عشان ربنا جعل كل شيء بقدر. الكون كله لن يستقيم ولن تعتدل موازينه حتى يدار بشرع الله وحكمه. احنا مش طلاب سلطه ولا جاه ولا مال، احنا كل مرادنا ان يسير الكون كما اراد الله. ساعتها انت وغيرك هتعيشوا الحياه على اكمل وجه. ايوه بس انا مبسوط بالدنيا زي ما هي كده. عشان غشاوه الجاهليه على عينيك مخليك باصص تحت رجليك ومش شايف النعيم اللي هنعيش فيه كلنا متى اصبح الحكم لله وشرعه. بقول لك ايه يا عم الحاج، الكلام ده تسرح بيه على حد غيري بقى بتبيعه بودره وتقول لي حكم الله وشرعه؟ مش بقول لك على عينيك غشاوه الجاهليه، زيك زي ابو لهب وابو جهل، مفيش فرق. ان اقامه دوله الخلافه يحتاج للمال والعتاد، والضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يا سلام، ومن اضطر فيبيع بودره، يعمل اي حاجه. الايه عامه وغير محدده. ثم احنا بنبيعها لمين؟ مش لاهل الكفر والشرك والالحاد؟ ما تخليهم يغروا في ده يا اخي. يعني انتوا هتاخدوا ثواب على تجاره البودره يا مولانا؟ بلا شك، وأجرها زي أجر الجهاد في سبيل الله، ومن قتل فيها مات شهيدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مصدق الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هنعد القوة إزاي وإحنا ما عندناش فلوس؟ تعد القوة بتجارة البودرة؟ طالما مضطر. إخواننا المجاهدين في أفغانستان أول من تاجر في الأفيون وزرعوا واستخدموا أمواله في حربهم ضد الروس حتى نصرهم الله. طول ما دولة الخلافة لم تقم احنا في حرب، والحرب لها قواعدها الخاصة. حتى اذا ما استتب الامر لنا عدنا الى قواعد السلم وشرعه. وساعتها تجارة البودرة ترجع حرام تاني ويطبق على من يتورط فيها حد المفسدين في الارض. اخواننا في سوريا لما استقر بيهم الامر طبقوا الحد على تجار السجاير مش المخدرات. بقى انت موافق على كل الكلام ده وجيت عند داعش وحرمت؟ لأن تنظيم الدولة أو داعش كما تقول يضر بطريقنا نحو الخلافة بأفعالهم اللي بتنفر الناس في دين الله، لذا وجب قتالهم كقتال المشركين تماما. عايزنا اشتغل مع الناس اللي أنا مكلف قتلهم؟ أفعاله؟ ده على أساس إن هم بيقتلوا الناس وإنتوا بتجيبوا لهم حلاوة المولد؟ ما تصلي على النبي كده في سرك يا أبو حمزة. القتل في حد ذاته ليس جرما ما دام هناك سند شرعي. المشكلة في طريقتهم اللي بتضر بالجهاد والجهاديين. انا دلوقتي فهمت، يعني داعش بتقتل غلط والقاعدة بتقتل على السنة. بص بقى يا عم الحاج، انا الكلام ده ما يخشش ذمتي بتلاتة ابيض. انا الفلوس اللي جايالي جاية من داعش، عايز تاخدها تقتل بيها وترفع راية الاسلام اهلا وسهلا، مش لازمك اشوف غيرك. وعشان انت حبيبي انا هنصحك، خد يابا الفلوس واقتل بالطريقة اللي تريحك وتشوفها شرعي. المهم يوم ما تضرب الضربة تحط اللوجو بتاعهم على الفيديو، بعدين الناس شاريينك وهيبيعوا الشمطة الطاوي اللي كان رجلهم سنين وياما صيطهم، عيب تكسر بخاطرهم. فكر ورد عليا. أبو حمزة، السلام عليكم. السلام.